بيطلع هنا. أو بس قول حاجة كده، قول أي حاجة، مش مهم. لأ سيب الميكروفون، سيبه تضحك رايق. ده احنا هوا خلاص. طيب احنا معانا على مروان، خليك معايا، بص ما تبصش على نفسك في التلفزيون. بعدين مين معانا على التليفون؟ مازن السواق اللي جابه. ايوه. الو يا مازن. ايوه يا فندم. ازيك يا مازن؟ عارف ازيك عامل ايه؟ تعرف ده؟ تعرفه؟ طبعا اعرفه. مين ده؟ ده مروان. مروان. مروان اللي انا جايبه السيد. ابن مين بقى؟ تمام. ده حضرتك انا كنت راكبه معايا. تمام. مين اللي كانت راكبه معاك؟ زبونه اسمها مريم. زبونه اسمها مريم، تشتغل ايه؟ يا فندم، كان انا اللي اعرفها انها اللي هي كانت بتشتغل في الشوان بتاعت الليل دي. كباريه ولا ديسكوتيك ولا بار ولا ايه؟ كباريهات. لا لا، في الكباريهات وبتطلع اوردرات. الشغل ده. بعدين إيه؟ حضرتك اديتهولك يعني تعرفها كويس؟ لا انا ما اعرفهاش كويس. بتوصلها؟ بوصلها مره. انا وصلتها كم مره. تمام. وبعدين وملهاش مكان معين، يعني هي ملهاش مكان محدد بتقعد فيه. بتجيبك توصلها بالاوردر كده؟ بتتصل بيها، تعالى وديني مثلا مشوار، بقول لها خلاص حاضر، وبروح اوديها المشوار وبمشي، باخد حسابي وبمشي. في يوم قالت لك سابت لك الولد؟ سابت لي الولد، قالت لي عايزه حد يقعد بالولد، كلمه معاك دلوقتي ماشي، وبعد كده انا هتابعه بالتليفون. هتابعه بالتليفون دي معناها ان هو هيفضل معاه مش فتره يعني؟ لا، ان هو هيقعد فتره صغيره، يعني مثلا اسبوع او 10 ايام. معاك يا مازن، بحيث ان هي تخلص شغلها. تمام. فجيت طبعا اديته لعم سيد قدامك. معاك. تمام. قلت له انت في حد جنبك او التليفون شغال وانت مشغول بايه؟ لا، التلفزيون عند حضرتك. عندي انا. اقفله معايا. اقفل التليفون. انت معايا؟ انت معايا ولا مع مين؟ ايوه يا فندم معايا. قول يا مازن. الو، معاك. طيب خليك معايا كده. وايه؟ واحده واحده. الو. سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. دلوقتي يا مازن، واحده زبونه ما تعرفهاش قوي، ما تعرفلهاش مكان اقامه، اديتك طفل صغير في عمر هذا الجميل البريء. ما انا اخدتها على، انا اخدت الولد ماشي، لان هي كانت صاحبه اسمها، واحده اسمها مروه. تمام. فانا كنت شغال مع مروه دي. مروه دي اللي انا اعرف ايه، كنت اعرف بيتها. مروه دي شغاله ايه؟ نفس النظام برضه، نفس الشغلانه بتاعتها. تمام. في الكباريه ايا كان، او النايت كلاب، او ويتر. ممكن تكون بتشتغل ويتر. انا اخدته على اساس ان مروه عارفه يعني صاحبتها وهي عارفاها. جت دلوقتي مروه اختفت، وكانت هي اختفت والتليفونات اتقفلت. قعدت اكلمها، قعدت بتاع اسبوع و10 ايام بتتابعني عادي بالتليفون. تمام. مروه ولا كلمت ام رحمه؟ مريم. لا، مريم. كلمت سيد وكلمت ام رحمه. تمام كده. معاك. عمي سيد كلمها عادي وقال لها يا ابنك موجود في الحبس والسون، وقت ما تيجي تاخديه خديه. قالت له لا، خليه عندك دلوقتي الفتره ديت، وانا بشرب معاك. بعد كده التليفون بتاعها اتقفل. فعمي سيد عايز يعمل ورق للولد عشان يدخله مثلا حضانه، مدرسه. احنا مش عارفين نوصل لامه عشان نجيب منه شهاده الميلاد. وصلان لحضرتك؟ بس ده اللي انا، ده اللي احنا كنا عايزين نعرفه. ازاي تشيل مسؤوليه زي دي يا مازن؟ انا دي نقطه غباء مني. انا استغبيت. لا يعني انت سواق تاكسي قد الدنيا، بتشوف الدنيا كلها قدامك وانت ماشي، وانت عارف وفاهم اكتر مني بكتير. ده الواحد لو عايز يعرف بلد، انت عارف لو نزلت بلد غريبه عايز تفهمها بسرعه، روح اقعد مع ثلاثه، سواق تاكسي، عاملات بالجنس، او مسجون.
التلاتة دول عارفين حقيقة أقول أي بلد لحضرتك على حاجة، على حقيقتها. أنت واحد من اللي عارفين بلدنا دي أو الدنيا كلها زي ما هي، إزاي تاخد طفل معاك في العربية تسلمه لحد يا في الفترة دي؟ لو عديت على لجنة وسألوك الطفل ده مين، هتقولهم إيه؟ يا فندم ما انا ما كنتش في دماغي اللي هي هتعمل الحوار ده كله. كان شغال معاها برضه، والطفل عندي كان شغال معاها طبعا. يعني هو هو لما جاب لي الطفل كان شغال معاها. انت عارف يا مازن ان انت عليك مسؤوليه مشتركه؟ تمام. انا دلوقتي اتصلت بيها وقلت لها انا هبلغ الاسم. يعني انت ساعدتها في تعريض هذا الملاك للخطر، دي جنايه. ماشي، انا ما كانش قصدي ان الكلام ده كله يحصل، ولا كان في دماغي ان يحصل الحوار ده كله، ان هي تقفل تليفوناتها وتتصل بيها واحده صاحبتها ترد عليا تقول لي دي محبوسه. طب يا ستي انا عايز ابدي الواد امه، او امه تيجي تبعت لي شهاده الميلاد نخلي مسؤوليتنا من الولد ده. تقول له طب لما امه تخرج من الحبس، طب يا بنتي هي محبوسه فين؟ انا اروح لها؟ قالت لك في اسم الهرم. رحت اسم الهرم مفيش حد باسم ده. العمل ايه يا مازن؟ انا دلوقتي ما انا لو انا شايف في حل قدامي كنتش حضرتك ما كنتش لجأت ليكي. انا شايف ان انا عايز حضرتك تساعدينا ان احنا نوصل لامه. يا جماعه اللي شايف اوصلها ازاي؟ سيبها. انا مش عارف عنها اي حاجه لغايه دلوقتي. اللي شاف القمر ده مع المفروض امه اللي هي مريم او ايا كانت يتواصل معانا. احنا عايزين نوصل لامه عشان نوصل لورق شهاده ميلاده. او في حل تاني، ممكن تتصلوا لنا باستاذ احمد مصلحي المحامي او الحقوقي. اتصلوا لنا باستاذ احمد. في حل تاني هنحلها لك، اتمنى يا رب. نفسك في ايه؟ طيب قول لي، قول لي حاجه اعملها لك يا مروان. نفسك في ايه وانت لابس قميص حلو كده؟ اه قول لي. نعم اسيبها. اتصلوا لي باستاذ احمد مصلحي لو سمحتوا على التليفون. استاذ احمد مهران. الو الو، سامعني؟ سامعك كويس جدا. ايوه يا استاذ احمد، ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك، اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ انا والله الحمد لله. انت زي كويسه. سلمي لي على مروان وقولي لمروان ما تقلقش، قريب قوي هتكون امك موجوده وبسهوله جدا هنوصل لها وهنعرفها. وقولي لشريف وللشباب عندك انا محتاج الفيديو بتاع الحلقه دي لانه مستند مهم جدا في القضيه، لان سواق التاكس هو شريك اصلي في هذه الجريمه. الناس اللي موجودين عندك مشكورين على كل اللي عملوه، لكن محتاجين بياناتهم عشان هيساعدونا بكل التفصيلات والمعلومات اللي موجوده عندهم في الوصول لهذه السيده اللي ما عندهاش اي رحمه ولا ضمير. احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده في قضيه ملك ويوسف اللي تم، اللي كان الاب والام قاعدين يتنازلوا عنهم في الاسماعيليه. صح. هنشتغل على نفس الملف ده وهنرجع مروان لامه، ولو كانت هي لا تستحق ان تكون ام ومش قادره انها تتحمل مسؤوليه طفل زي ده، مصر ما بترميش ولادها. هنتخذ الاجراءات القانونيه من قبل النيابه العامه عشان الطفل ده يتحط في احد دور الرعايه ويتعمل له شهاده ميلاد ويتم دخوله للمدرسه. أنا. ويتم التحاقه بيه الحضانه، لانه زي كل ولاد مصر من حقه انه يكون له اسم ويتعلم ويتعالج ويعيش. هذه السيده الغير مسؤوله اللي عملته جريمه، وانا بحييكي طبعا ان انت بقيتي دكتوره في القانون وعارفه ان تعريض حياه طفل في هذا السن الخطر ده جريمه. هيسال عنها السواق مسؤوليه كامله جدا، وهو قال انه يعرف عنوان البنت صاحبتها اللي كلمها. ما هو وارد يغيروا عناوينهم وهم اساسا النوعيه دي من المهن. المعلومات اللي موجوده، المعلومات اللي موجوده لحد دلوقتي نقدر من خلال تحريات المباحث نوصل بشكل مباشر للست دي، وده ممكن يحصل في وقت قليل جدا لو كانت المعلومات واضحه. متشكره يا استاذ احمد، متشكره جدا، وهنكمل تواصل مع حضرتك. حاضر. بتاعتي ليه؟ مش هدوه. في ايه؟ طب وقفي دموعك، اهدي. بتاعتي ليه؟ ها؟ مش هسيبه. يعني هل ينفع يعيش من غير ورق؟
احنا كناش جينا لحضرتك، هي حلقه بتاعت اسماعيليه دي اللي خلتني ان انا اتلجأت لحضرتك. انت كمان هتعيط؟ انا عايز ايه؟ لو له ام تيجي تاخده. لو تيجي تاخده، ما خدتوش انا اولى بيه. طب اهدوا بس، ان شاء الله نلاقي حل. هو ممكن يعتبر، ممكن يعتبر، معرفش انا مش متاكده، مجهول النسب، وساعتها نطلع له شهاده ميلاد اعتباريه. ده اللي انا عايزه حضرتك، انا جاي لحضرتك عشان كده. انا ما شفت حاله اسماعيليه اتربطت بحضرتك. طيب ممكن تكلموا لنا ارجوكوا استاذ احمد مصلح على التليفون؟ اهدوا بس عشان نكلم الراجل ده، هو متخصص في الحته دي. ماشي. طبعا انت ولا على بالك صح؟ استاذ احمد. ايوه يا فندم، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك، ازيك يا استاذ منى؟ عندنا موقف كده. عايز ميه؟ تعالى ناوليني الميه. شكرا. عندنا موقف كده عايزين حضرتك تتدخل او تحاول تحله لنا. اتفضلي. طفل لقوه فجأة معاهم، ربوه سنة، ملوش ورق، ملوش حد، بس احنا كلنا معاك ما تقلقش يعني. ومش عارفين الموقف ايه القانوني عشان يطلعوا له ورق، ومش لاقيين اي حد يرجعوا له عشان يجيبوا شهادة ميلاد له. هل ده يعتبر مجهول النسب ويطلع له شهادة ميلاد اعتبارية ولا ايه؟ ايه الاجراءات؟ هو طالما وجد الطفل في، سواء اذا كان في الشارع او حتى وجدوه جنب بيتهم او لقوه باي طريقه، الطفل ده يعتبر مجهول النسب الا اذا كانوا يعرفوا اسرته. ما يعرفوش. لو هم يعرفوا اسرته عليهم يبلغوا ويعملوا محضر فورا في الام او الاب اللي يعرفوا، اللي هو والد او والده هذا الطفل. لو هو ما يعرفوش، عليهم برضه التوجه لوزاره التضامن الاجتماعي المفترض، ويعملوا اجراءات اسره بديله للطفل ده، وهيتولوا هنا ان التضامن الاجتماعي هتطلع له شهاده ميلاد طبعا باب وام افتراضي على اعتبار ان هو مجهول النسب. طيب استاذ احمد، هل ممكن تساعدنا في الموضوع ده؟ طبعا طبعا. انت عارف حضرتك ان ده شغلي، وطبعا حمايه الاطفال بكل الطرق، وده شغلي الطبيعي. انما وجد طفل مجهول النسب، ده يعتبر الدوله هي اللي تعمل له الاجراءات. وبعد كده عندنا طريقه ثانيه لتسليمه للاسره دي، اذا كانت شايفه في ان هي تكفله، اذا كانت الاسره عندها امكانيه ويتوفر فيها شروط لكفالته، فورا بنعمل لهم اجراءات الكفاله ونستلمه مره ثانيه من وزاره التضامن الاجتماعي اللي هي في احد دور الرعايه، ثم نستلمه مره بعد كده مره ثانيه. وما بياخدش وقت طويل موضوع النهارده، ما بياخدش وقت طويل. ماشي. طب تعالى بس ثواني اوديك. سيبوه لو عايز يروح لاخوه. عايز يروح لاخوه سيبوه حر طليق. احنا في استوديو مليان بالاطفال اصلا، مفيش اي. طب ما اتحلت اهي. طب استاذ احمد، احنا هنعتمد على ربنا ثم على حضرتك تساعدنا في الاجراءات. حضرتك ليه خبره طبعاً عريضه في الموضوع ده، حقوق طفل مميز ومتخصص في الحته دي. ارجوك ساعدنا ان نطلع شهاده ميلاد لمروان باسره بديله جديده. انا ما عنديش اي مانع، وانت عارفه انا يعني صديق البرنامج فتره طويله، واي اي حاله من ظهر وسند يا استاذ احمد. لا ده انا ليا الشرف، وفي اي وقت يعني يا ريت الاسره تتواصل معايا، وانا فورا هعمل لهم الاجراءات زي ما قلتها لحضرتك كده. وخلوني كده متطوعه معاكم، اتابع اخبار كالعاده مروان. كعادتك يعني، كعادتك الجميله بتتابعي كل القضايا اللي بتيجي في البرنامج، واللي بيتبناها البرنامج، واحنا هنتابع معاكي خطوه بخطوه. ربنا يخليك ويعزك. تسلم لي يا رب. شكرا جزيلا. الله يخليك. معانا واحد تاني شاف رندا الام. انتوا متابعين القصه معايا؟ طيب الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه لرندا، انا شفتها كانت راكبه قطر ابو قير. ايوه. كانت من قيمه شعر ونص كده، كانت قاعده قدامي في الكرسي اللي قدامي، كنت واخد بالي منها جامد يعني طول الطريق. وكانت قاعده سرحانه كده، كان في يعني كان وراها قصه كده، لان كان وشها سرحان. حتى حاولت ان انا، هي طبعا ست جميله جدا وشكلها محترم يعني،
فانا كانت لفت نظري جدا يعني ان هي يعني شكلها وكده، فحسيت ان من وراها كده يعني سرحانه قاعده في القطر سرحانه. ركبت من محطه مصر ونزلت في محطه العصافره، وفضلت المده دي كلها كده سرحانه يعني قاعده كده سرحانه. فكانت لفتت نظري طول الطريق يعني كل المحطات دي من محطه مصر لحد العصافره كانت لفت نظري جدا يعني. محطة مصر دي اللي هي في سيدي جابر صح ولا انا غلطان؟ نعم، محطة مصر بعد سيدي جابر. محطة مصر بعد سيدي جابر. لا، محطة مصر دي اول خط، اول خط محطة اسكندرية. اوكي، فهي ركبت لابقية اسكندرية ونزلت في محطة العصافرة. هي في العصافرة. هو عموما كل الشهود بيأكدوا ان هي اما ساكنة في العصافرة. العصافرة دي اللي فيها الفور سيزون ولا بعدها ولا قبلها؟ لا 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 لا، مالهاش علاقة بالفور سيزون خالص. لا لا لا، دي ناس، ده خط ابو قير، ده موضوع تاني. الفور سيزون ده هو الفور سيزون ده على البحر، سان ستيفن على البحر. احنا جالنا اكتر من حد بيقول ان هم شافوها في العصافرة. بس هي واضح ان هي مش شكل شح يعني، شكل ست. انا يعني انا لفتت نظري ان لابسة عباية نظيفة، عباية سودة، وكانت جميلة حلوة كده وقاعدة قدامي وكلامتها. انت متأكد ان هي دي؟ انا متاكد. بقول لك قعدت، بقول لك من محطه مصر قاعده في وشي على طول، في الكرسي اللي في وشي في القطر. رندا يا ميسه اتفضل. انا ما حاولتش تتلفت لا شمال ولا يمين يعني، قعدت قدامي بس. كانت لفت نظري ان هي كانت ست شيك وشكلها جميل، بس كانت سرحانه يعني. اللي لفت نظري ان هي كانت سرحانه دايما باستمرار يعني. ما كانتش ملتفته لحد، كانت في وراها سر يعني. انا حتى ما شفتها كده، استشفيت من وشها في سر وراها. الست دي في وراها سر، فرحانه ما بتحاولش لا تبص لا شمال ولا يمين، قاعده مع نفسها كده. انت يا عيني كدا. انت يا عيني معجب بيها وبتقدرها كست حلوه، وعمال باصص عليها وهي مش بصالك عزيز. تقريبا حاجه زي كده بالظبط. انا شايفه في شبه تحرش كده داخله علينا. لا لا لا، مش غير تحرش. لا تحرش بصري، هو التحرش ده مش بالايد على فكره. مش تحرش ولا حاجه، انا كتبت نظر ان لا، اعجاب عزري. اعجاب عذري، اعجاب عذري. اعجاب عذري. كانت ست جميله قاعده قدامي، فطبيعه اي راجل بيبص على بلاقي ست جميله. يا ميسه، عايزه مامتك ان شاء الله تكون موجوده وفي اسكندريه وليها معجبين، عشان تكوني فاهمه. فيعني واضح ان هي مهمومه بيكوا زي ما انتم مهمومين بيها. ان شاء الله ان شاء الله نشوف الحضن الرائع ده واحنا بنلم شملكم كده على ايديا الاثنين ان شاء الله. انا متشكره جدا، متشكره جدا. اي حد شاف رندا يا جماعه يساعدنا ويساعد احمد يلاقي مامته. القصه بتاعت سوسكا، سوسكا في شهد على انها تعرف القصه بتاعت احمد ومامته. يا ريت ننتهي النهارده نهايات سعيده. قدامنا على نهايه السنه كام يوم؟ خلاص 10 ايام تقريبا. 10 ايام. عايزين قبل ال 10 ايام دول نكون مرجعين العيله دي على الاقل مع بعضها، ومديين ورق مروان. والله عيطنا عليه في الاوضه، الشاب اللي اسمه احمد ده، والله عيطنا عليه في الاوضه. شفت مسامح مامته ازاي؟ والله عيطنا عليه. اقول لك انا مش عارف ان انا يعني هتبقى امي دي ازاي، او اعملها ازاي. بس هو مسامحها. تخيل مروان بقى يكبر كده ويدور على امه ويقول انا مسامحك، بس انا عايز اتكلم معاكي، انت عملتي كده ليه بالظبط؟ تخيلي. بس هقول لحضرتك على حاجه، لو هي جت تاخده هندهولها. انا قلت لها بشريني، مش عايز منك حاجه. انت شفتها؟ لا، شفتها على الصور. عندك صور ليها؟ ما كان على التليفون. وكانت بتكلمني لسه من 3 ايام، عملت لي بلوك على كل الارقام. قلت لها تعالي عشان ابنك ما ينسكيش. مريم او ايا هي اسمها مريم؟ مريم او ايا كان، لو مش عايزه مروان وعندك ورق له هاتيه، ولو مش عايزه مروان وما عندكيش ورق له قولي، ولو عايزاه قولي يعني ما تخافيش. ايا كان على فكره احنا نقدر نساعدك. ولو سبتي مروان عشان مش عارفه تطلعي له ورق قولي نطلع لك له ورق. انا متاكده انك شايفاني دلوقتي، متاكده انك متابعانا. ما تخافيش انت كمان، لان اعرفي ان في يوم من الايام هتندمي، صدقيني هتندمي. مفيش حاجه حقيقيه في الدنيا قد ان انت تحملي وتولدي وتجيبي طفل، صح؟ لا طبعا. مش عندك عيال؟ عندنا الحمد لله. عندكم مين ومين ومين؟ معايا محمد اخر حاجه، ومعايا منى ورحمه. معايا رحمه ومعايا بس منى. ده حاجه ثانيه، ده حاجه ثانيه اقسم لك بالله. يعني لغه لاوي. طبعا طبعا. سبحان الله، الاطفال دي ربنا بيبتليها بالمشكله وبيرزقها بحب الناس. اقول لسعادتك على حاجه، اول يوم دخل عندي بقاله سنه اهو، فلما جابوا مازن قال لي بابا انا عايز اللعبه دي، اقسمت بالله العلي العظيم
عارفه مجرد مال يا بابا خلاص دخل هنا. وانا قلت لها انا لله مش عايزك تباشر ابنك عشان ما انساكيش. بدا عمته جايه، عمته عفيفه اهي، عمته رضا اهي، خالته سعاده اهي، خالته يعني بقى يقول لاخواتها يا خالاتي ولاخواتي يا عمي محمد، عمتي. بقول لك يا مريم انا عندي اقتراح لطيف، ما تقطعيش علاقتك بابنك وخليك على تواصل معاهم وهم هيربوه برضه. ماشي تعالى مروان تعالى تعالى. موافق انا موافق. تعالى انا موافق. بص يا مريم بص كده هنا، بص عشان مامتك شايفاك هتندمي صدقيني هتندمي. ولو شايف يعني هي لو شايفاني، لو شايفاني دلوقتي هي شايفاك تكلمني، تاكد انها شايفاك. اقسم بالله خلوه لها بس يعني ما نزلمش الوقت، مش عايز منها حاجه، وابنها والله ابنها. بس انا اخد الفرصه. هتخسري ايه؟ هتخسري ايه؟ ولا حاجه صح؟ ما صاحبتها تقول لها هي مش عايزاه، هي هتجيب لها. اعمل لماما باي باي كده، اعمل لها باي باي كده، اعمل لماما باي باي. بصي بيها بوزين وبص فين. هتندمي صدقيني عن خبره. اياكي ولادك. في يوم من الايام انا كسرت الدنيا كلها بس كسبت ولادي. دلوقتي انا كسبت الدنيا كلها واولهم ولادي صدقيني. ربنا يخليهم لي. بمناسبه